بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي بناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة، كل عام وأنتم بخير. معنا ومعكم اليوم مراجعة ليلة امتحان في مادة التاريخ، وأولى حلقات مراجعتنا اليوم هتبقى حلول للبوكلت، عشان تتدربوا على البوكلت لأنكم أول مرة تتعاملوا مع البوكلت. في كل مرة من المراجعة بنحل لكم بوكلت من البوكلتات، احنا مجهزين الأسئلة ليكم ونتدرب على شكل الأسئلة. يلا بينا نشوف النهاردة مجهزين لكم ايه. أول بوكلت عندنا النهاردة في المراجعة هو ما يأتي. أول سؤال بيقول اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي: عقد مؤتمر نقط بناء على دعوة من فرنسا لبحث المسألة المصرية، سان ريمو ولا لندن ولا الأستانة ولا برلين؟ طبعا الإجابة ركزوا معايا هتبقى مؤتمر ايه؟ الأستانة. يبقى فرنسا دعت لعقد مؤتمر الأستانة. نشوف السؤال التالي: انسب العمل التاريخي التالي الى صاحبه: نجح في اسقاط الحكم العثماني في سوريا واعلان الدولة العربية الكبرى. طبعا كلكم عارفين ان اللي عمل العمل ده هو الشريف حسين شريف مكة، اللي عمل الثورة العربية. نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول لك: لقد سجل التاريخ الكثير من المعارك الحربية التي استطاعت نتائجها ان تغير مجرى الاحداث في كثير من الاماكن التي وقعت بها، مثل معركة وادي المخازن، معركة امبابة، معركة نزيد. اذكر اطراف كل معركة مما سبق والنتيجة التي ترتبت عليها. يعني انا دلوقتي عندي كام معركة؟ ثلاثة. مطلوب مني ان انا اعرف المعركة دي بين مين ومين ونتج عنها ايه. نشوف مع بعض اول حاجة كده مع بعض. معركة وادي المخازن كان بين مين ومين؟ معركة وادي المخازن كانت بين المنصور السعدي، طبعا كلكم عارفين المنصور السعدي اللي هو حاكم مراكش، وبين اسبانيا والبرتغال. طب ايه النتيجة؟ النتيجة معروفة، هي انتصار المنصور السعدي وانقاذ شمال افريقيا من الخطر الاستعماري، ولكن ظلت اسبانيا محتفظة بسبتة ومليلة. السؤال التاني: معركة امبابة. طبعا معركة امبابة 1798 كلكم عارفينها، بين نابليون بونابرت والمماليك، بين الحملة الفرنسية والمماليك. المماليك كانوا بقيادة مين؟ مراد بيك. طيب دي الأطراف. طب ايه النتيجة؟ النتيجة هزيمة المماليك، هروب مراد بيك إلى الصعيد، هروب إبراهيم بيك إلى الشام، دخول نابليون إلى القاهرة. المعركة الثالثة معركة نزيب. معركة نزيب 1839 كانت بين مين ومين؟ كانت بين محمد علي والسلطان العثماني. المعركة ديت انتهت بإيه؟ انتهت بانتصار محمد علي على الجيش العثماني. قائد الأسطول العثماني سلم نفسه لمحمد علي، أصبح محمد علي أقوى من السلطان برا وبحرا. شعرت دول أوروبا إن محمد علي خطر على التوازن الدولي، فتدخلت ضده من خلال معاهدة لندن. سؤال بعد كده بيقول لنا: اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي: لم يوضع الكتاب الأبيض الثالث موضع التنفيذ بسبب نشوب الحرب العالمية الأولى ولا حرب فلسطين ولا الحرب العالمية الثانية ولا نشوب حرب الاستنزاف؟ طبعا الإجابة لم يتم تنفيذه بسبب نشوب الحرب العالمية الثانية. نشوف بعد كده السؤال اللي بعد كده. السؤال بيقول: أي صحة أو خطأ العبارة مع ذكر السبب في الحالتين؟ رفضت حكومة الوفد التعاون مع بريطانيا لدفع خطر المحور الفاشي عام 1942. طبعا الإجابة هنا العبارة غير صحيحة. ليه؟ لأن حكومة الوفد تعاونت مع بريطانيا وتصدوا للخطر اللي جاي من ناحية ليبيا، وهو جيش ألمانيا وإيطاليا بقيادة رومل. نشوف السؤال اللي بعد كده.
برهم أو أيد صحة المقولة الآتية: أثبتت حرب أكتوبر أهمية مبدأ الحشد. فعلا حرب أكتوبر أثبتت أهمية مبدأ الحشد من خلال إيه بقى؟ من خلال إن في حرب أكتوبر 73 مصر حشدت كل قواتها الجوية، طبعا عملت الضربة الجوية 220 طيارة، في نفس الوقت 1000 مدفع عملوا اللي هو التمهيد النيراني، وكذلك عبور ما يقرب من 8000 جندي في الموجة الأولى، وأعداد القوارب المطاطية، فكل الأسلحة اشتركت في حرب أكتوبر. فحشد القوات بكثافة أدى إلى انتصارنا. ومبدأ الحشد ده مهم، لأن الدولة اللي تعتمد على قوة عسكرية واحدة لا تتمكن من الانتصار. السؤال بعد كده بيقول لنا: ما رأيك في إنجازات ثورة 23 يوليو في إقامة المشروعات الصناعية لزيادة الإنتاج الصناعي؟ طبعا رأيي إن ثورة 23 يوليو كان ليها دور كبير جدا في الاهتمام بالصناعة، حيث تمت بالتعليم الصناعي، واهتمت بإقامة المصانع الحربية ومصانع الغزل والنسيج ومصانع السيارات ومصانع الأسلحة والذخيرة، وكمان اهتمت بتوليد الكهرباء من السد العالي، واهتمت باستخراج البترول، واهتمت بإنشاء مصانع الأسمدة، وطبعا وأهم صناعة قامت عليها هي صناعة الحديد والصلب. نشوف بعد كده السؤال اللي بعد كده. السؤال بيقول: اختر الإجابة الصحيحة. تم اختيار نقط كأول أمين عام لجامعة الدول العربية، مين بقى؟ هل مصطفى النحاس ولا الحبيب بورقيبة ولا عبد الرحمن عزام ولا رياض الصلح؟ طبعا الإجابة هي، طبعا كلكم عارفين، أول أمين عام للجامعة عبد الرحمن عزام. السؤال بعد كده بيقول: استنتج الهدف الذي كان وراءه اهتمام مينو بإنشاء المصانع في مصر بحيث لا تضم مصريين، يعني ايه الهدف من كده؟ طبعا الهدف من ذلك ان نابليون عمل كده ليه؟ حتى لا تتسرب اسرار الصناعة الى المصريين، وتظل مصر متخلفة صناعيا، وتظل مصر محتاجة للصناعات الاجنبية. السؤال اللي بعد كده: انسب العمل التالي الى صاحبي. اعلن معارضته للمساومات الفرنسية وطلب بعقد مؤتمر دولي للنظر في المسألة المراكشية. طبعا انت عارفين اللي اعترض على المساومات في مراكش هو امبراطور المانيا ويليام الثاني، وطالب بعقد مؤتمر الجزيرة. سؤال بعد كده بيبقى السؤال ده اللي هو نظام جملة، وفي ضوء ذلك واضح. الجملة بتقول: انتهز محمد علي وقوع الأزمة الاقتصادية في مصر ليتخذ بعض القرارات سنة 1808 التي تحقق له أغراض السيطرة والانفراد بالحكم. في ضوء ذلك واضح، ما نتائج رفض عمر مكرم قرارات محمد علي الاقتصادية؟ طبعا كلكم عارفين إن رفض عمر مكرم لقرارات محمد علي كانت نتيجتها إن محمد علي غضب من عمر مكرم، وقام بإصدار أمر بنفيه إلى دمياط وعزله من نقابة الأشراف، وعين بدل منه الشيخ السادات، والشيخ السادات ده كان أداة طيعة طبعا في يد محمد علي. السؤال اللي بعد كده، السؤال بيقول لنا: بما تفسر دخول مصر حرب أكتوبر 73؟ الإجابة: مصر دخلت حرب أكتوبر 73 بسبب فشل كل الجهود الدبلوماسية التي بذلتها مصر من أجل إثناء إسرائيل عن رفضها لجود السلام، وكمان بسبب أن مصر رغم هزيمتها لم تفقد عزيمتها، وقررت استرجاع أراضيها بالقوة. وده الكلام اللي قاله مين؟ الرئيس جمال عبد الناصر. في سؤال بيقول: بما تفسر دخول القوات المسلحة المصرية المعترك السياسي في عام 2013؟ طبعا القوات المسلحة المصرية وقفت بجانب الشعب المصري عندما وجدت أن هناك أزمة سياسية قد حصلت من خلال سيطرة الإخوان على الحكم، ورفضهم أي إصلاحات، أو رفضهم مشاركة القوى السياسية في بناء مصر الجديدة
وتخبط الآراء وتخبط السياسة، وكان الأمر ينذر بحدوث يعني أزمة كبيرة، وثورة الشعب في القوات المسلحة تدخلت بجانب الشعب المصري من أجل أن يحافظ على مكاسب ثورة 25 يناير. السؤال بعد كده بيقول: استنتج الهدف الذي كان وراء شدة أحكام حادثة دينشواي 1906 التي لم تكن في قسوتها تتناسب مع الحادثة. فعلا يعني أنا بقول هنا إن الهدف اللي كان وراءه ذلك إن إنجلترا أرادت إسكات صوت الشعب باستخدام العنف، ومنع الشعب المصري من التعبير عن غضبه، وبعدين اطمئنان انجلترا الى عدم وجود اي معارضه سياسيه من جانب فرنسا بعد ما عقدت معها الوفاق الودي. في سؤال بيقول لنا يعني اي صحه او خطا العباره: انتهت الخلافات الحدوديه بين مصر واسرائيل في عام 1989. طبعا العباره صحيحه، لان في هذا العام انتهت الخلافات بحصول مصر على احقيه اراضي طابه من خلال التحكيم الدولي. آخر سؤال عندنا في البوكلت اليوم في المراجعة، السؤال بيقول: وضح ما يأتي أهمية اجتماع دار المحكمة. طبعا دار المحكمة لأول مرة الشعب المصري اختار حاكمه بنفسه، لأول مرة الشعب يكون له دور في عزل الوالي، لأول مرة يحط الشعب شروط الحكم على الوالي، وده اللي أدى للحادث أهمية تاريخية. أبنائي أعزائي طلاب وطالبات الثانوية العامة، بكده نكون وصلنا لنهاية أول حلقة من حلقات مراجعة ليلة الامتحان للتاريخ، وحتى ألتقي بكم لكم مني كل الأمنيات بالتوفيق والنجاح. لكم تحيات مهندس الصوت محمد عبد الرؤوف، وتحيات المشرف محمود سالم.